تحياتنا لكم مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير البشائر وعبر شاشة قناة الإيمان الفضائية، وإلى حلقة جديدة من برنامج المهم صحتك. حلقتنا اليوم بعنوان التغذية العلاجية، أنماط ومعايير حول الغذاء السليم، وتحديدا يعني دور هذا الغذاء السليم في علاج الكثير من الأمراض الشائعة. الغذاء أحبائي الكرام أساس الحياة، والغذاء الصحي تحديدا أساس الحياة الصحية. هذه هي القاعدة الأساسية التي زلزلتها عادات غير صحية يمارسها الإنسان على مستوى التغذية، منها الوجبات السريعة وعدم مراعاة النوعية والكمية وموعد تناول هذه الوجبات، وسواها من الممارسات التي حولت الغذاء إلى داء أو مؤسس لأمراض مختلفة، عدا عن أمر آخر لا يقل أهمية، وهو أن الغذاء عامل أساسي في علاج الكثير من الأمراض، بحيث أنه لابد من نظام غذائي معين بالتزامن مع الأدوية طبعا لبعض الأمراض، منها السكري ومنها أمراض ارتفاع الضغط والكلى والكثير من الأمراض الأخرى. والتغذية العلاجية أحبائي الكرام موضوع حلقة هذا اليوم، عمرها طويل وليست حديثة العهد، ولكن برزت اليوم حاجة إليها كثيرا بسبب كما ذكرنا العوامل التي ذكرناها في مقدمتنا، الغذاء الغير متوازن الذي أوقعنا في فخه إن صح التعبير. فنحن نعيش في زمن الاستهلاك والسرعة وما يتبع ذلك من عادات غذائية وحياتية مدمرة. إذن حديثنا اليوم حول التغذية العلاجية أنماط ومعايير مع ضيفتي الكريمة المتخصصة في مجال التغذية العلاجية الأستاذة فاطمة رسلان. صباح الخير. صباح الخير لإليك ولكن جميع المستمعين. أهلا وسهلا عبر البشائر والإيمان ضيفي كريم وعزيزي، أول مرة بتشرفينا من رحب فيك. أستاذتنا الكريمة، يعني اليوم بدنا نحكي عن الغذاء. الغذاء منه ترف ولا شيء كمالي، هو أساس الحياة كما ذكرنا وكما الكل يعلم، يعني بدون غذاء لا حياة للإنسان، وبدون غذاء صحي لا حياة صحية له. صحيح. خبرينا عن أهمية الغذاء السليم بالنسبة للإنسان وأهميته وفوائده. هلا بداية الغذاء السليم هو الغذاء الصحي المتوازن، هو كل شيء نحن بناكله وكل شيء بنفوته على جسمنا. هاي الأشياء اللي نحن مفوتها على جسمنا، نوعية الأشياء اللي مفوتها على جسمنا بتحدد نحن مدى صحة جسمنا. فالغذاء السليم هو بحدد صحة هيدا الجسم، كل شيء بفوت على الجسم بحدد صحة هيدا الجسم، شو عم باكل، شو عم بشرب، شو عم زيد بالنوعيات بالكميات، كله هيدا بحدد صحة جسمي وعمر جسمي وقديه بده يخدم هيدا الجسم، إن كان من سنان للعيون للرأس للجسد، كل أعضاء الجسم تعتمد صحتها على الغذاء بشكل كتير رئيسي وأساسي. يعني بتظن أنه لو ما هيك، يمكن لو منهتم أكتر بأكلنا وبشربنا ما كنا وصلنا لكتير يمكن قصص مشاكل صحية، غير أنه تقدم بالعمر لحالنا منكبر وظائف الجسم بتصير هيك تتكهكر مع الوقت. صحيح. بعض الناس يمكن اللي بنواجههم بحياتنا بيكونوا مثلا معتمدين نمط صحي، أو إذا ما بدي يروح لبعض الناس، إذا بدي يروح لأجدادنا اللي كانوا يأكلوا كتير أشياء من الأرض وكتير أشياء طبيعية اللي هلأ منسميها مثلا أورجانيك، منجيبها من مصادر خاصة كانت موجودة بين إيديهم لأجدادنا، كانوا كتير يعتمدوا عليها، نتطلع ببنيتهم منحس جسدهم يعني نمطه كتير قوي، يعني بيوصلوا لعمر كتير كبير وهيدا الجسد بعده قوي بشكل كتير كبير. حلو. أما هلأ فبتلاقي على الثلاثينات على الأربعينات بتبلش تسمعي بأمراض القلب، تسمعي بأمراض الشرايين، كترة أمراض السرطان، أمراض السكر بأعمار كتير صغيرة. هيدا كلها سببها بيرجع لنمط الأكل اللي نحنا صرنا عم ناكله. فطبيعي لما أنا نمط الأكل اللي بيعتمده هو بحدد صحة جسمي. تمام كتير. طيب الغذاء غير السليم هل هو نفسه سوء التغذية يعني كمصطلحات ولا بيختلف؟ هلأ بيختلفوا المصطلحين. الغذاء غير السليم هو انه مثلا لنقول واحد بقف الترويقة بقف الغداء بيجي بيأكلهم كلهم بالليل، او مثلا واحد بيعتمد كتير على المقالة على السكريات على الاشياء الجاهزة، هيدا بسميه انا غذاء غير سليم لانه مش صحي للجسم، مش معتمد على
المعايير الصحية للجسم اللي بعد شوي كمان بنحكي عنها. أما سوء التغذية فهو مصطلح بيستخدم أكتر للناس اللي بيصير عندها قلة تناول أكل، يعني طفل أو كبير أو أي شيء بيصير عنده سوء تغذية لما هو بيبقى فترة كتير طويلة على كميات كتير قليلة من الأكل، وخاصة بالمجاعات بالحروب بالبلدان الفقيرة. هيدي كتير بتسمع هيدا المصطلح، بيكون عندهم سوء تغذية الأطفال لأنه بيكونوا ما عم يأكلوا، مش لأنه بيكونوا عم يأكلوا أشياء مش صحية. فبيختلفوا المصطلحين شوي عن بعض. في هيك 100%. أنا بهمني هذا التوضيح لأنه في التباس عنا بكتير مفاهيم حول التغذية، حتى التغذية العلاجية هي موضوع حلقتنا كمان حنوضحها بعد شوي. خلينا نفوت أكتر بهيك بنية مجتمعنا الغذائي إذا فينا نقول اليوم، أو نمط حياتنا الغذائية اليوم كتير مثل ما قلت اختلف عن قبل عن الماضي. هلأ إذا بدك بالأزمة شوي صار يرجعوا للأكلات البسيطة، الأكلات الصحية. قديش فيها غذاء هذه الأكلات البسيطة؟ بس للأسف نحن اعتمدنا على الوجبات السريعة بكتير من المحلات. هلأ شوية التكلفة المرتفعة وإن كان بعدها كتير عم تنطلب هالأشياء، ولكن عند كتير بيئات خفت كتير. الوجبات السريعة حكينا هيك عن أضرارها، ما عم نقول إنه قطعوا الوجبات السريعة، بس إنه لأنه إذا قلت للناس إنه امتنعوا عنا بالعكس حيقبلوا عليها أكتر، أو منعتي ابنك أو بنتك أو أي حدا بتعزي. الوجبات السريعة شو فيها أضرار يعني كتير؟ لكن هي هلأ المشكلة أكتر من أنه هي وجبة سريعة. يعني بالقبل قبل هلأ الأزمة كنا نحكي كتير عن أضرار الوجبات السريعة لأنه العالم كتير صارت تتهافت بشكل كتير كبير على المطاعم. أضرارها أنه هي كمية الدهون اللي فيها كتير عالية. لما أنا مرة عمرة عمرة بعطي هيدا الجسم كمية دهون كتير عالية، وخاصة الزيوت، يعني الدهون المتحولة، بكون ساعدت بشكل كتير كبير على أني عبي هيدا الشريان. ليه بيصير فيه تسكير شرايين؟ لأنه الشريان بيصير يعبي من هيدا الدهون، يعبي 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 لحد ما يسكر. وأنا برفع الدهون بشكل كتير كبير بيصير في عندي تسكير شرايين، بوصل لأمراض القلب وأمراض تصلب الشرايين وغيره. المشكلة هلأ بهيدا الوقت اللي نحن وصلنا له بالأزمة صارت دبل. ليه؟ لأنه صار غالي الزيت. لنقول نحن أساساً بالمطاعم في عنا مشكلة أنه الزيت اللي يستخدم كتير. ما بيستخدم كتير وصل لمرحلة احترق وصار مضر جداً للجسم. هلأ أصلاً نوعية الزيت عم تنجاب منا كتير سليمة، وضيفي لقلها عم ينقلها فيها كمية كتير كبيرة لحتى هيدا المطعم ما يخسر كتير أو لحتى يزيد من أرباحه. صار الضرر ضرب 2 أو 3 أو 4. فنحن مصدرها كمان مش معروف دايماً. صح. فنحن هلأ بهي هيدا الوقت نحن أكتر من قبل بكتير لازم نمتنع عن المطاعم. مش إنه ما بدي أمنع أنا ولدي أو ما بدي أمنعك أو ما بدي أقلك هيدا لحتى ما ترغبت، صارت حاجة كتير أساسية. إلا إذا أنا بوثق بشكل كتير كبير وبشوف بعيني كيف عم بيتم القلي، كيف عم بينجاب الزيت. هيدي كتير صعبة. حتى ببيوتنا أحيانا صارت الأم تستخدم الزيت الزيادة وفيها ضرر. فكيف عن البيت بس بدي فكيف بالمطعم؟ هاي واحد أحكي عن الطبخ غير الصحي بالبيت شوية. صح. اثنين، أغلب الوجبات السريعة هي عبارة عن زيوت. أكتر شيء فيها زيوت، فيها نشويات، إن كانت خبزة الهمبرجر، إن كان خبز الفرنجي، إن كان القلي. يعني ما قليل ما تاخدي وجبة جاهزة هي معمولة على معايير صحية. هلا إيه، أنا إذا انعزمت على مطعم قادرة أطلع من هيدي الأمور بشو؟ إني أطلب مثلا إشياء مشوية، إني أطلب مثلا سمك. يعني خلينا نقول وحدة أو بالشهر أو وجبتين كحد أقصى، مش كل يوم. يعني بيقدر الإنسان يمرق، بيقدر يمرق بس يضمن شوي معايير النظافة. يعني يختار المعايير النظافة بالحد الأدنى، ويختار الوجبة المشوية أفضل بكتير من المقلية. اليوم هيك على سبيل المثال يعني للحصر، درج أكل الشارع كتير. هلأ طبعا نحنا بيمكن دول كتير عالمية بيعتمدوا هذا الأمر، وما بدنا نحنا نقول أنه مش نضاف، هون بعتذر منهم، ولكن أنه في محاذير لأكل الشارع برأيك أنت؟ يعني إذا واحد عم يشتغلوا كل شيء برا هيك أو أنه بدون معايير محددة، يعني ما بدنا، أنا مش عم نهاجم ولكن عم نوضح، يمكن يكون عن جد لا معاييرهم تمام هن. هلا هيدا اكل البرا انه انت عم ينعملوا، قصدك على برا؟ برا يمكن عم يعملوا كثير صاروا هلا بسبب ضيق الحال يعني والازمه، ما بقى عم يستاجروا، يمكن عم يشتغلوا هيك، او حتى في شيء اسمه اكل الشارع هي هيدا بنمط الغذاء.
أول شيء إذا تعرضت للدخان وللتلوث اللي نحنا فيه بالشارع، قد إيه هيدي الوجبة لقطت بكتيريا. الدجاج أو اللحمة أو بعض الأكلات نحنا بنسميهم كتير سنسيتيف للبكتيريا، شو بيصير فيهم؟ غير أنهم بيلقطوا بكتيريا، بتتكتر فيهم البكتيريا بشكل كتير سريع، يعني بتصير تتضاعف تتضاعف تتضاعف، بتصير مئات ملايين ملايين ملايين. فهولي نحنا ما منقشعهم، ولكن نحنا بس لناكلهم ويصير عنا أوجاع أو بعض المشاكل الهضمية منهم، بنكون نحنا تسممنا بدون ما نحس. فأول فكرة هي التسمم. هلأ إلى إيجابية يمكن بمطارح معين، وأنا عم شوفه كيف عم يشتغل، يمكن هاي حلوة إنه أنا أشوفه كيف عم بحضر لي إياها، يمكن قدامي يلبس كاف، يمكن كذا. بس فيها إيجابية بس بدنا ننتبه لموضوع التلوث اللي هو بالجو، يعني زائد إنه مثلا هيدا الزباين لما عم يحكوا معه، هل هي مباشرة تحت الرزاز اللي عم يحكي فيه؟ كلها هاي يشتغل هيك، ولكن بهيك حماية بأحاني رزاز أو شيء يشتغل هيك صح. بس حلو إنه قدامهم، هاي لفتنا لنقطة مهمة كتير، لأنه بالمطاعم ما عم نعرف كيف عم يطبخوا داخل في بعض المطاعم بتحضر قدام الزبون. حلوة هيدا، يعني بيعتمد معايير نظافة، بتحس بثقة أنت وعم تطلبي. حلوة هيدا، يعني بتطمنك أنت وعم تاكل. هلأ كمان على كتر التسمم الغذائي، الحالات الكتير اللي شفناها مؤخرا لحوم فاسدة وغيرها، العالم كمان عم تحاول تنتبه، يعني حتى دخول المستشفى حتى لا سمح الله بيؤدي للوفاة. التسمم في كتار يمكن بيفكروه مجرد غثيان وأسهال، لا هو بيؤدي للأسف للوفاة صح. بمحلات صح. كنا عم نحكي عن الوجبات السريعة، كنت عم تذكري شغلة وهيك يعني حددت أكتر أنه نحكي عنها بالتفصيل، هي الأكل بالمنزل أمرار بيكون غير صحي إطلاقا، يعني يمكن أضراره مضاعفة عن أكل المطاعم أو الوجبات السريعة. شو المحاذير يعني بتخلي بتدعي العالم ينتبهوا لهن وعم يشتغلوا بالأكل البيتي؟ هلأ نحنا بالبيت، قبل ما أحكي عن طريقة التحضير، كتير منيح أنه نحنا نتبع نمط هو نمط المتوازن المتنوع. هاي أول خطوة بالغذاء السليم، أنه أنا غذائي يعتمد على النشويات، البروتين، الدهون الصحية، الفواكه، الخضار. لما أنا نوع بغذاء واستخدم كل هول المجموعات الطعام، كون عملت أحلى خطوة بالغذاء السليم، يعني هي أول خطوة بالغذاء السليم. حتى لما اعتمد على البروتين، كمان عندي نوعين من البروتين، الحيواني والنباتي. حيواني بيجي من الدجاج والسمك واللحوم، والنباتي بيجي من البقول والحبوب. كل ما أنا نوعت بهيدا الغذاء، كل ما أنا حصلت على كافة العناصر الغذائية اللي أنا بحاجة لها، كل ما أنا اعتبرت أنه أنا عم بعتمد على نظام غذائي لجسدي كتير منيح. طيب برجع بجي أنا لنمط التحضير. نمط التحضير من لحظة ما أنا بجيبهم من المحل، أنا جبتهم من المحل، لما اخترتهم هل اخترتهم نضاف، اخترتهم مش نضاف، المصدر اللي جبت منهم كان لحمة ودجاج، من كان خضرة وفواكه، المصدر اللي جبته نضيف أو مش نضيف. اتنين، لما أنا استلمت وجيت تخزين، كيف خزنت هول اللحمة والدجاج وهول، دغري حطيتهم بالتلاجة أو أنه مثلا ضلهم فترة على الأرض لبعدين شلتهم؟ نرجع منجي بنحكي عن تنظيفهم على المي. كمان أنا لما نغسل الخضرة أو لما نغسل الدجاج، كله هيدا بكتيريا بتتوزع بالمكان اللي أنا عم بشتغل فيه. لما نقطع كمان نفس الشيء، بدي انتبه، السكين استخدمت فيها لحمة ودجاج، رجعت استخدمت فيها خضرة، نقلت البكتيريا على للأماكن. لما اجي بدي اطبخ نفس الشيء، اي حراره قد بقيت على الغاز، قد ضلت على النار، كله هيدي عملية طويلة عريضة لتحضير الطعام، لحتى أضمن أنا نظافتها، لأضمن أنه أنا ما أتسمم منها. من ناحية تانية هي كيف أنا بطبخ الأكل أو كيف بقلي الأكل. أنا بقلي بعتمد على القلي دايما ولا بعتمد بنسبة كبيرة على الشوي؟ اعتمدت كتير على القلي، يعني أنا نظامي الصحي كتير فيه زيوت دهون. كتير فيه دهون، كتير فيه دهون متحولة، بوصل لمرحلة معينة ببلش عاني من الأمراض. اعتمدت الشوي، لا أنا خففت بنسبة كتير كبيرة.
قدي أنا باكل خبز، قدي أنا باكل رز، قدي نسبة النشويات، قدام نسبة البروتين، كله هيدا بيلعب دور. تمام. يعني اليوم عم نقول أنه عن جد انتبهوا، لأنه الغذاء هو أساس مش بس الحياة، أساس الحياة الصحية مثل ما قلنا، يعني شيء مهم جدا. هلأ بالنسبة للشوي اليوم العالم، شوف المفارقة هيك يعني الجميلة رغم الأزمة، اليوم بتعتمد على الشوي كرمال توفر زيت، عن جد شيء كتير حلو ربها هيك درت النافع يعني سبحان الله. الشوي في متعة بأي معنى، حتى في إذا بتروحي على مطاعم بيقدموا لك أشياء مشوية على سبيل الوجز، البطاطا هذه الشوي بتحطي لها يمكن نقطة زيت زيتون مثلا مع البهارات كذا، بتشويها بتطلع طعمتها كتير أطيب. يعني لازم عن جد الناس تختبر الشوي. أخف ضرر وأخف ضرر يعني، مش وحتى شوي. مشكلة مش بالبطاطا حضرتك، هلأ بتفصلي لنا أكتر يعني البطاطا كمنتج أنه أوكي ما نكتر منها، ولكن مش المشكلة فيها، المشكلة بالزيت اللي عم تتشربوا البطاطا. صح عم نحكي يعني عندك أنت إذا بدك تحكي البطاطا الكريسبي الأسكالوب الستيك اللحمة السمك، كله فيه اقلي وكله فيه اشوي. لما انا بقلي اخذت فوائده الكتيره وما حطيت حده ضرر، ولما انا قليته لا بالعكس عملت العكس 100%. تمام كتير. طيب قبل ما نفوت بالتغذيه العلاجيه وتعريفها، المشاكل اللي ممكن يصاب بها الانسان، طبعا هلا طبيب بده يحكي عن كل هالمشاكل، ولكن خلينا هيك نعمل ابرز المشاكل الشائعه كاختصاصيه التغذيه بتنسق مع الاطباء ويعني تعالجوا امراض بالتغذيه، المشاكل اللي بتصير من الغذاء غير السليم. أبرز المشاكل اللي بتشوفيها حضرتك بالعيادة، أول شيء عندك رقم واحد بالدرجة الأولى عالميا هو مرض القلب. أمراض كل شيء متعلق بمرض القلب، بيرجع عندك مثلا السكري، عندك الضغط، وكل شيء له دايت معين أو نظام غذائي معين. وكتير حالات بتجي لعنا عنده سكري بيتخلص منه، عنده ضغط بيتخلص منه بالغذاء، بالغذاء عنده شيء بالقلب بيتخلص منه، عنده وجع بالركبة وبيقدر يتخلص منه، حتى الديسك كتير لازم بيقدر يتخلص منه. صح. في مشاكل بالحمل، في نساء بيجوا ما عم يقدر يصير عندهم حمل بسبب الوزن الزائد، بيقدروا بيوصلوا لمرحلة انه بيصير عندهم حمل لما ينزلوا بالوزن. عندك نسبة كتير كبيرة عندك مشاكل الكلى، أغلبهم مرتبطين بشكل مباشر مع الغذاء، وأغلبهم تقدر تعالجيهم بالغذاء. هلأ ممكن مع دواء معين لأن حسب الحالة إيه، بس أحيانا بس الغذاء وبيعالجهم. أمراض السرطان، أمراض السرطان بتساعد الغذاء السليم، بيساعد بالنسبة. هلأ رح نحكي عن أبرز هذه الأمراض بالتفصيل يعني، بس أنه أمراض السرطان بعد في نقطة كمان هي بتفاجئ كمان. هي الأمراض اللي عم بيعانوا منها الأولاد، أو إذا ما بدي أقول أمراض، هي الحالات اللي عم بتصير مشاكل. هالولاد مشاكل السلوكية، مشاكل الحركة، مشاكل إلها علاقة بالسكر، يمكن كله إله علاقة بالغذاء اللي بياخده، شي بالسكريات، شي منمنعه مثلا عن النشويات العالية، منروح صوب النشويات، كله له علاج وله ارتباط بالغذاء. يمكن ارتباط مباشر مش مباشر. العلاج بالغذاء لوحده مع دواء، بس كله بيرجع بيرتبط بشكل مباشر بالغذاء. وهون نوضح لمستمعينا ومشاهدينا انه نحن لما نقول انه بدون دواء، نحن بيكون هو اوريدي عن جد يمكن ما بده دواء، عن يعني الطبيب بيحدد له اذا بده دواء ولا صح. لا، ولكن اوقات الغذاء فعلا عن جد بيريحك من كتير مشاكل. صح. نحن ما عم نقول انه ما بدنا دواء، حسب الطبيب شو بيقرر. طيب تغذية العلاجية كمفهوم يعني إلا كتير هيك عندها، أو إذا بدك ملتبسة عنا كتير، أنه هل الغذاء بيعالج الأمراض كعلاج مرض ولا لا، هو أنه بيساهم بالعلاج لهذا المرض يعني مع الدواء، يعني هي كعلاج لحاله من مرض شافه. ما بعرف في ناس هيك بفكروا، وضحينا أكتر المفهوم العلمي. أول شيء التغذية العلاجية بتعتمد أول شيء على الوقاية، يعني قبل ما أنا أمرض بلش بغذاء نفسي، بتغذى بطريقة علاجية لجسمي ما بوصل لهيدا المرض. وصلت لمرض معين، بتلعب دور التغذية العلاجية بعلاج هيدا المرض من طريق النظام الغذائي. ولكن الملتبس عند العالم هو أنا باكل هيدا الأكلة بتشفيني من هيدا المرض. هيدا المفهوم الغلط. يعني مثلا حدا بيقول لي
قالوا دكتورة أنه إذا باكل بوملي كل يوم بخلص من الكوليسترول اللي عندي. لا مش هيك مش هيك. بس أنا إذا بعتمد لمدة مثلا شهر معين على نظام غذائي خفف لي من الدهون بوصل لمرحلة. البوملي على سبيل المثال يعني اللي ذكرتيها كتير مهمة للكوليسترول. بتساعد كتير يوميا ممكن نستعمل. هو فينا نستخدم يعني البوملي ما بتضر إذا استخدمتها أنا كل يوم. بس كتير يعني أنا فيها سكر فيها مش بس قصة فيها سكر. ما أنا بحاجة لكل أنواع الفواكه لأنه كل وحدة إلى دور. أنا ركزت بس على البوملي خسرت الأشياء الباقية. فأصلا مش ما بنصح أنا دايما أنه حدا يركز على شغلة وحدة كل يوم. وأصلا ما بتصير أنه والله أكلتك اليوم أمرحوا ما في شيء بالغذاء بيعالج مرض معين. هو شغلة هو نظام كامل متوازن بوصلك أنه أنت يعني. عشان هيك مثلا بيجي واحد بيقرأ شيء مثلا بحث على الانترنت بيقول أنه إذا شربت الشاي الأخضر بتضعفي 5 كيلو. أكيد لا. أكيد أنا بدي أتبع نظام غذائي وأشرب معه الشاي الأخضر لحتى ساعد. مش مليان سكر كمان يعني كل الكباية. حتى أنا ضد النظام الغذائي اللي مثلا بيعتمد على وقف كل أنواع البروتينات لحتى أنت تضعفي مثلا من منطقة معينة أو شيء. أهم يعني شيء عندك نقد لبعض الأنظمة الغذائية. صح. أهم شيء بالنظام الغذائي أحصل على نظام غذائي متوازن. الجسم بحاجة لكل أنماط الأكل. وأهم نقطة أنه أنا خفف من كل يعني قد النسب اللي بأخدها لأوصل لهذا. يعني العلم بيقول هيك ونحن أوقات هيك بيكون دردشة بيننا وبين الزملاء والزميلات أنه عن جد لازم أنه نبتعد عن رجيم الحرمان. هذا بيسمى هيك شعبويا يعني. صح. الحرمان لأنه في كتار نزل وزن كتير كبير. عم تحكي ب30-40 كيلو فجأة. مش فجأة أكيد بسبب أنه حرموا من كل شيء رجعوا هيك نكبوا بطريقة شرها على القصص كلها. ايه وغير هيك بيأثر على الجسم يعني. هيدا بتقلك هرشعاري وهيدا اللي بيقلك. بس المشكلة أنه هيدا أنظمة عالمية أو حتى محلية أنه يعني تعتمد يعني هون هو ما للأسف. ليكي هي الفكرة وين أنه مش أنا بفوت على الانترنت وبعتمدها. أنا بتابع مع المختص لأعتمدها يعني. أنا بعتمدهم مش أنه ما بعتمدهم. بس أيمتى وقدي الوقت ومع مين لأي حالة كيس. لأي حالة بالزبط. كمان لما مثلا أنه نروح عند اختصاصية تغذية كمان في وزن في عضلات. صح. في المي قده في حجم. صح. العضلات يعني تفاصيل كتيرة ترجع تدرسها لتعطيني النظام الخاص فيه. صح. فما بالك باللي عندهم أمراض اللي هن عن جد وضعهم حساس بيكون. تغذية العلاجية إذن يعني إلى فوائد كتير كبيرة حتى على المستوى النفسي. في أكل هيك عن جد بيقولوا بيعدل المزاج كتير منيح. في أكل كتير كترته كمان يمكن ما بعرف إذا بتوفقينا هيك بيوتر مثل ممكن المنبهات كمشروبات كمان. طيب من بلش إنه الأمراض اللي بتدخل بإطار التغذية العلاجية سكر. خلينا نفصل شوي ببعض الأمراض الشائعة مثل ما ذكرت لأنه كتار ناس اليوم على الأزمة. إذا بدك كتير ارتفاع الضغط عم نشوف بالمستشفيات حالات يعني. نحن عنا حالة بالمستشفى عم نشوف كتار فاتين بهذا الحالة بنفس الوقت. ارتفاع الضغط ونزيف الدماغ طبعا. ارتفاع الضغط يمكن مش دائما يسبب هيك ولكن قد يسبب. فارتفاع الضغط وأمراض الكلى اعطينا هيك النظام الغذائي العام. أكيد كل حالة إلى نظامها بنرجع منأكد. ارتفاع الضغط أول شغلة هو له مثل ما ذكرت أنت كتير أسباب. نعم. واحدة منهم يمكن يكون ستريس. واحدة منهم يمكن يكون مشاكل صحية معينة. واحدة منهم هي نمط الأكل ونمط الحياة اللي هو الشخص بيكون عايشة. نعم. نحن حنحكي إذا هيدا ارتفاع الضغط سببه هو نمط الأكل أو ارتفاع الوزن أو المشاكل بالجسم اللي مرتبطة بالغذاء. إذا بدي عالج أنا ارتفاع الضغط في دايت معين بسموه الداش دايت. dietary approaches to stop hypertension هيك اسمه. بنعتمده نحن يعني لنخفف من عوارض الضغط عند هيدا المريض. هيدا الدايت إذا اعتمده المريض وإذا المريض بشكل مباشر عم يرتفع ضغطه بسبب الأكل هيدا بيقدر يعالج هيدا الكيس. بس شو قلت لي إذا بسبب الأكل فقط. بينما إذا عنده مشاكل تانية عم بتأدي للضغط كمان بدي أبحث عن المشاكل التانية وعالجها عند المختص 100%. طيب بنروح على بسبب الأكل الضغط. الأكل المناسب والأكل الممنوع لهيدا بس الحالة. بكل الحالات بيساعدوا النظام الغذائي تعول هيدا يعني لهيدا الكيس. حلو كتير. ببلش أول شيء ببلش الدايت بيحكي عن النسب اللي لازم ياخدها من كل مجموعات الأكل. هذا الشيء طبيعي. نحن أول شيء منشوف وزن المريض. وزنه طوله عمره بحدد قد ايه بدي أعطيه نسب.
هيدا الدايت بيعتمد أول شيء على النشويات. النشويات طبيعي، نحن ما فينا نعيش بلا النشويات، ولكن النشويات لمريض الضغط، وأصلا النشويات الأكثر صحية لأنها هي النشويات المعقدة وليست البسيطة. اللي هي شو معقدة؟ هي الحبوب الكاملة. البسيطة هي القمح العادي اللي نحن بنستخدمه، يعني قلب الحب الأبيض، نقول محلات الحب الكامل كله مع قلبه، هني بس يقشروها بتصير البسيطة اللي نحن ما كتير من فأنا بروح لمريض الضغط بنقيله مثلا خبز الشوفان، بنقيله الخبز الحبة الكاملة، خبز الشعير، نوع الخبز اللي هو حبة كاملة اللي بيساعد اللي فيه بقلبه ألياف، اللي بيساعده على تليين المعدة، اللي بيساعده على الهضم، اللي إذا في أي مشكلة عسر هضم بحلله إياها. هاي بالنسبة للنشويات. نرجع منجي للبروتينات. وطبعا بالنشويات بنتبه للرز، بخفف كمية الرز، بخفف كمية المعكرونة، كل شيء اسمه نشويات بنحده شوي، وبنفس الوقت بنروح بنختار النشويات المعقدة مثل ما قلنا. بنرجع بنجي لتاني مجموعة من الأكل اللي هي البروتين. مريض الضغط عنا بروتين حيواني، عنا بروتين نباتي، بيقدر ياخد بروتين بالكمية المسموحة له. ورجعت قلت أنا أنه بتعتمد الكمية على الكيس، يعني على عمره، على وزنه، على قديه نحن بنحدد له كمية. في بروتين حيواني لحم دجاج سمك، وفي بروتين نباتي اللي هو البقول والحبوب. بده يوازن بيناتهم، ما بده كل الأيام ياخد نفس هيدا، بده يحد. بنفس الوقت بدي اعتمد الشوي، ممنوع القلي، بدي خفف من الدهون بنسبة كتير كبيرة لمريض الضغط، وبدي اعتمد طبعا على البروتين الحيواني. مريض الضغط بحاجة لستة حصص ما بين خضار وفواكه على الأقل، اتنين منهم فواكه وأربعة على ستة خضار. كتير بيعتمد الدايت تعول مريض الضغط على الخضار، وكتير بيحسن له من حالته. ست حصص خضار، يعني أنا إذا بدي أقول خيارة بدو ينوعهم من ألوان، كل لون بالخضرة له علاج لشي معين. عندك الأحمر، عندك الأورنج، عندك أصفر. الأخضر، كل واحد له شيء فائدة معينة كتير بتساعده. عندك الفواكه، بيقدر ياخد مريض الضغط فواكه بس ما نكتر لأنه فيها سكر، تقريبا بيطلع له حصتين، وطبعا مثل ما قلنا حسب الحالة. عنا الدهون الصحية، عنا نحن دهون صحية ودهون غير صحية. دهون مشبعة اللي هي مش صحية، دهون المشبعة عادة أكتر شيء منلاقيها باللبنة، بالجبنة، بالزبدة. هولي أنا يا اللبنة هذه الأيام يعني منا بلدية، الله أعلم شو عم بيحطوا بقلبها مواد. صح، هيدي قصة تانية، قصة تانية وكارثة. صح. يا أما أنا، وهلأ إذا بدك منحكي عنها، يا أما أنا بدي روح أخذ كل شيء منتجات فات فري لحتى ما عرضوا للساتشوريتد فاتس اللي هن الدهون المشبعة اللي هن بيرتبطوا دغري بأمراض القلب، يا أما بدي روح أركز على يعني خفف من اللبنة ومن الجبنة، بياخدهم فل فات بس بنسبة كتير خفيفة. الدهون الصحية اللي هي المونو والبولي أنساتشوريتد فاتس اللي هن مش مشبعة، بتجي مثلا زيت الزيتون، جدا مهم لمريض الضغط ولمريض القلب بس بكميات طبعا محدودة. زيت الزيتون، عنا الكاجو، اللوز، الجوز، كتير مهمين، وطبعا منحدد له قديش الكمية طبعاً. يعني كل شيء بيزيد عن حده بيصير ضرر. مثلا لنقول الحصة هي ست حبات، يمكن يطلع له حصة، يمكن اثنين، يمكن ثلاثة، يمكن أربعة، حسب كل حدا وحسب الدايت اللي بيكون اخده، فمنيح كتير يركز عليهم. منجي لمجموعة الحليب، حكيت شوي عنا اللي هي الألبان الأجبان، قلنا كل ما نقيناهم غير كل ما نقيناهم بدون فات، وكمان بيدخل معاهم اللبن. وآخر شيء في عندك الخضرة والفواكه اللي قلنا كتير مفروض يركز عليهم. بالمجمل هيدا هو النظام الغذائي اللي اسمه داش دايت، بيوصل لحتى يحل جزء كتير كبير يعني من مشكلة الوقت ما حيسعفنا. أكيد نحن صرنا نص الوقت أنه لنحكي عن كل الأمراض، ولكن خلينا كمان نفوت شوي بالسكر، يمكن كمان مرض العصر هيدا. صح. مرض العصور، يعني كان من فترة بيقولوا له مرض العصر ولازال مستمر، لأنه الغذاء مثل ما قلنا من شوي أنه أكتر شيء بيسبب مرض السكر، من الأمراض اللي أول أسبابها الغذاء نوعا ما، إلا الإنسولين اللي هو بيكون عنده مشكلة بالإنسولين خلقه. صح. يعني فالسكر هيك السكر والضغط والقلب كتير قرب لبعض، كتير بيفوتوا يعني بيقدوا لبعض. خلينا نقول شو المختلف بالسكري عن الضغط كرمال ناخد المساحة من الوقت أقل. نعم. طبعا السكري هو نوعين، في عنا النوع الأول اللي هو بيجي خلقي، يعني بيجي بالوراثة، ببلش على عمر صغير. في عنا التاني اللي هو بيرتبط باللايف ستايل، يعني نمط الحياة اللي نحن عايشينه، هيدا ببلش على عمر كبير. هول اللي بيختلفوا عن بعض.
هن تايب 1 وتايب 2. التايب 2 اللي هو بيعتمد على اللايف ستايل، على نمط الحياة اللي أنا عايشيتها، هو اللي بتعالج بنظام غذائي صحي نقدر نعالجه للسكري. وعلى فكرة يعني غير أنه هو حسب الحالة بيكون بده أنسولين ببعض الحالات، بس بكل مراحله بيتعالج بالنظام الغذائي. آخر مرحلة اللي هي بسبلش نعطي نحن فيها أنسولين بتكون أكيد معاها نظام غذائي والدواء، وإلا كل المراحل قبل بس نظام غذائي. كيف بيصير مرض السكري اللي هو مرتبط بالأكل؟ بلش أنا أخذ أكل زيادة عن حاجتي. السكري بدنا ننتبه هو مش بس بيطلع من السكر، بيطلع من كل شيء بيتحول لسكر. كمان هذا مفهوم خاطئ. سكر ونشويات اللي بتتحول لسكر، وكتير أكل زايد بيتحول لسكر، هو كله بيأدوا لمشاكل بالسكري، بيأدوا لمرض السكري. فأنا بشكل عام أهم 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 شيء أنه أنا أكل بكميات مناسبة لإلي، ما زيد عن الحد، خفف من الدهون، خفف من النشويات، خفف من السكر. هذا النظام الغذائي اللي بحل السكر. كيف بوصل أنا لمرض السكري؟ نحن بنعرف كل شيء بناكله، وجبة أكل بناكلها بيطلع الأنسولين، بيطلع الأنسولين ليعدل السكر. طب أنا لما باكل زيادة عن حاجتي، زيادة عن حاجتي، زيادة كتير بزيدها بالسكر، كتير بزيدها بالنشويات، هذا الأنسولين معاش لحق علي. بصير عندنا شيء اسمه انسولين ريزيستنس، مقاومه الانسولين. بصير يعلى السكر وما يقدر الانسولين ينزله او يرجعه لمستويات الطبيعيه. صار عندنا سكر مره على مره، صار عندي مشكله السكري، ولكن هي بتنحل ريفيرسبل. يعني انا بس اعتمد على نظام غذائي مناسب لجسمي ترجع بطل مريض سكري. انه استمر بالحميه، لانه بنعرف كثير اشخاص استاذي فاطمه ما بيستمروا بالحميه، بيرجعوا بهيك يعني اسمحي لي بهالكلمه بيزعبروا كثير، بيوصلوا لمحل بيعملوا مضاعفات حد الوفاه. يعني السكر مرض قديش هو سهل التعامل معه، قديش انه خطير كمان وبيؤدي للوفاه. هلا في عنا نحن مصطلح بالسكري اسمه جلايسيميك اندكس. هيدا المصطلح هو كل أكلة، يعني أنا يمكن أقول هاي الوجبة قللت منها، بعض الأكلات بتزيد السكر، بعض الأكلات بتزيده بنسبة وسط، بعض الأكلات بتزيده بنسبة خفيفة. بالمريض السكري لما يجي لعنا منعلمه كيف يختار الأكلات اللي جلايسيميك اندكس اللي لها لو واطي، بس يختار هيد الأكلات معاش بيرفع السكر بنسبة عالية. زائد طبعا نحن بنعتمد له نظام غذائي صحي متوازن قليل السكر. بمراحل معينة منبلش نعلمه قدي كمان بدو ياخد انسولين لكل وجبة، الانسولين بحدده الوجبة كمان وكميتها ونوعيتها وقد فيها نشويات. فمريض السكري له كتير بواب بالتغذية العلاجية مهمة جدا انه هو يتابع مع يعني بنظام غذائي معين بحل جزء كتير كبير من مشكلته 100%. وكمان بيقولوا انه مريض السكري كتير بيجي عباله الحلو والاكل، حتى بيصير يجوع كتير يعني بمحلات. واجمالا اصلا يعني عنده تحدي كبير منه سهل كمان. والانسان هيدي نوت عامة لانه كتير بنسأل عنها، كل ما اكل سكر كل ما طلب سكر أكتر، كل ما حد السكر كل ما طلب جسمه سكر أكتر. يعني فينهم بيقولوا لي أنا كتير جسمي بيطلب سكر، ما لأنه عم تستجيب عم توصل لهذه المرحلة. حتى بتضلك جوعانة بالسكر بعد شوي خلاص كأنه ما أكلت يعني أي شيء حلو. الإنسان أنه لازم ينوع مثل ما قلنا. هلأ نحن عم نعطي، منقول لمستمعينا ومشاهدينا عم نعطي كتير قواعد عامة، ولكن عن جد هي الأساسية البيس، بعدين تختلف الكمية يمكن بين شخص والتاني، أو أكيد. في بعض الأكلات كمان ممنوعة على شخص لو بنفس المرض قد يكون، يعني أكيد. حسب كل حالة. منأكد هون أنه مستمعينا ومشاهدينا أنه كمان الطبيب له دور كبير بهذا المجال. صح. يعني كمان بالتنسيق مع التغذية. طيب منكمل عن التغذية العلاجية لبعض الأمراض. هلأ كتير يعني عم نحاول نوجز نحن في كتير نقص فيتامين دي عند الناس اليوم، هذا خلينا نقول سمة عامة بالشرق الأوسط وبلبنان تحديدا. فهون بتنصح يركزوا على بعض الأكلات، خصوصا أنه الأكلات ممكن يركزوا عليها فيها كالسيوم ممكن تأذي محلات تانية الكلى أو شيء تاني. تنصحي هون بشيء معين يعني اليوم، غير أنه الشمس، غير أنه دغري منروح على الفيتامين، ولا لا بدنا فحص نشوف النسبة قصص؟ مثل ما قلتي نسبة كتير كبيرة بالشرق الأوسط مش بس بلبنان، مع أنه عنا شمس كتير. عنا شمس ولكن مشاكل طبقة الأوزون وغيرها حسب ما حتى امتصاص جسمنا مختلف. صح. حسب ما بتقول الأبحاث أنه مشاكل طبقة الأوزون ما عم بتخلي الشمس توصل على الجسم مثل ما لازم، ما عم بتخلي يتحول المادة للفيتامين دي، لأنه نحن بنعرف في مادة بتتحول على الجلد للفيتامين دي.
فنحن دايما يعني الخطوة الأولى هي إنه شوف نسبة الفيتامين دي بجسمي. لما شفتها أنا في معدلات بانخفاضه، في حدا منخفض عنده كتير، في حدا وسط، في حدا على الحافة، ولكن كله اسمه منخفض. فأنا بتطلع قدي أنا واطي عندي الفيتامين دي، بحدد بدي سبليمنت. أوقات بكتير حالات بدي سبليمنت، يعني بدي دواء، بدي أكل بنسبة كتير كبيرة ولمدى كتير طويل، وبدي وقت كتير طويل لعدله. والفيتامين دي كتير مهم لجسم الإنسان. يعني ما بتصدق قدي له وظائف بالجسم. 100%. هو بيأدي لأوجاع العظام، هو هشاشة، وهو يعني بيعمل إرهاق وتعب للجسم. فلا أنا عالجه بسرعة. حتى قرأت عن الاكتئاب أنه له دور كتير وعلاقة كتير بين نقص الفيتامين دي ومرض الاكتئاب، مشاكل البشرة، مشاكل كله بيعتمد على الفيتامين دي. فأنا ما في أنطر لسنين لحتى أعدل الفيتامين دي بالأكل. الخطوة الأولى بعمل فحص، إذا أنا بدي سبليمنت روحوا على السبليمنت، ما في مشكلة. بس لنعالج ليطلع شوي. وفي دوزات، يعني في دوز كبير، في دوز في وسط، 10-50 ألف، يعني في أوبر. بس بعد بالغذاء، يعني أنا ما بعتمد بس على الدواء، لا، في كمان غذاء. أبرز الأكلات، على الأبرز الأكلات، في عنا مثلا السمك، في عنا الحليب المدعم، بروح والسمكة أنواع، يعني في أنواع فيها نسبة عالية، في أنواع فيها نسبة، ما في مشكلة أنه أنا روح دور على المصادر، فيها موجود ببعض الخضروات الخضراء، دور على مصادر الفيتامين دي وباخده ك يعني بسويهم مع بعض. 100%. انا عم باخذ المكمل الغذائي او الفيتامين دي كحبوب او اوبر او كتير اشياء كمان بتوازن مع الاكل. طيب في عندنا هلا انماط نحن التغذيه العلاجيه ذكرت، يعني انماط يمكن بيقصدوا فيها، حضرتك بتوضحي لنا اكثر، يمكن بيقصدوا فيها مثلا انواع الحميات، انواع التغذيه العلاجيه كحميه نحن ما حفينا نحط فيهم كلهم يعني، بس ولكن ابرز هيك الانماط اللي بتعتمدوها للتغذيه العلاجيه. حكيتي شوي عن الوقائيه كمان، ونعطي قصص بختام حلقتنا بعد شوي. نحن أول شيء حكينا بالتغذية العلاجية حسب كل حالة منعالج، إضافة للي ذكرته يعني للدايت تاعو المرض القلب، السكري كمان ذكرتي، صح، الداش دايت، وهولي في عنا كمان للكلى، في إلهم نظام غذائي معين بكذا حالة، بحالات إلهم نظام، بحالات متقدمة إلهم نظام، وبأول حالاتهم إلهم نظام. في ناس من مرضى الكلى بنمنعها عن البروتين، في ناس لا بنعطيها بروتين، في ناس بنركز لها على البروتين الحيواني، في ناس بنركز لها على النباتي، في كذا نمط، في كذا دايت لمرضى حتى الكلى. حتى لمرض واحد في كذا نوع، صح، بحسب حالته. في عندك مثلا في عندك مثل ما قلت لك أنا كمان الحمل، أو قد بيصير فيه الأكياس، كمان علاجة بإنزال الوزن، بعطيه أنا دايت معين لحتى ينزل الوزن، لحتى يقل الدهن، بيصير عندهم بتنحل مشكلة الحمل إذا هي مرتبطة بالسمنة والأكياس على المبيض. في عنا مثلا أساساً هو مرض اسمه الوزن الزائد، كمان هيدا له علاج. في عنا أوجاع الركبة والعظام والمفاصل، في عنا هشاشة العظام كمان إلى دايت لحتى أنا حل هيدا الموضوع. بالإضافة لهيدا الشيء في دايت عام اللي هو أن أوصل للوزن المثالي. هيدي كلها أنماط دايتات مختلفة، ولكن في دايت هو اللي أنا بستخدمه لما المريض يوصل لمستوى معين من الوزن وما يرجع يتجاوب معي. يعني أنا ببلش ب مثلا عندي الدايت اللي هو لو كالوريك دايت، بقوله عمل بلوك، شو اسمه هيك بسمع، إيه أنا ببلش بلو كالوريك دايت لنقول، وصل لمرحلة معاش لو كالوريك، يعني هو الأكل القليل، وصل لمرحلة معاش استجاب معي. يمكن أحياناً بنسمع بالصيام المتقطع، بستخدمه بالكيتو دايت، ممكن استخدمه، في كتير أنماط من الدايت، وفي اختراعات وفي مواهب بالدايت. ممكن الأخصائي يلاقي حل أنه يستخدمها ليتحايل على يا الجسم يا المريض بحد ذاته اللي هو زهق مل. هو مشكلة النظام الغذائي الصحي أنه الاستمرارية، إذا واحد بدي يعمل نوع من الرجيم أي نوع كان، الاستمرارية أول شيء بيتحمس بعدين انسى. فهون دور الأخصائي، أيمتى بده يحمسه، كيف بده يحمسه، بيكون عنده وسائل، يمكن يعمل تشالنج ببينة معينة، يمكن يعطيه روح خد يوم فري. شو هو اليوم الفري؟ يعني هو نوع من الدايت أو هو علاج؟ لا أنا فيك تخبص، فكل ما رحنا شوي للنفس كمان منساعده لهيدا المريض، كل ما شجعناه
هيك يزيد أكتر ويكفي معنا. كل ما خففنا عنه هيدا العقوبات اللي كتير كبيرة، كل ما كمان حرمان، أنا بسميها حرمان، بدنا نعطيه هامش يعني. أنا مثلا بيجي لعندي حدا بيقول لي إنه أنا عملي لي دايت بس أنا ما في وقف نسكافيه. طيب فيك تاخد النسكافيه بهاي الطريقة أو هاي الطريقة أو هاي الطريقة لنوصل لحال، يمكن أقول له روح على القهوة، يمكن بكلهم هو ما يقتنع معي وضلني على النسكافيه مثلا. يعني هيك بده يكون واحد سلس ويمشي مع المريض يعني خطوة بخطوة. نظام غذائي اللي بتعطيه مرن يعني بيتماشى مع طبيعة الشخص وطباعه وحياته. صح. وحتى إذا بدك هلأ بالعمل، هون لازم نشير لقلق بالعمل، كتار الناس بيقولوا لك ما قادرين ناخد معنا وجبات، ما منلحق الصبح وولاده وقصاصه بدي يروح على شغله، فبيضطروا يطلبوا. صح. وحتى بس يطلبوا هيك بيشبعوا، هي في وجبات عن جد اسمها بتشبع، يمكن بس مرة واحدة يمكن بيأكلوا بنهار وخلص، هذا غلط. خبرينا عن هيك العمل كمان، بتنصحي بشي هيك كتير عملي يكون بالعمل يعني ياخدوا سناكات، شو نوعها شو طبيعتها؟ هي نصيحة عامة يعني. نصيحة عامة، هو أنا حسب نوع عملي بأقلم الأكل اللي أنا بدي أكله بشغلي. هنقول العمل المكتبي الطويل بس أكتر العمل المكتبي. أنا قادرة أوقات خلي أشياء، بعض الأشياء مثل لنقول مرتبان الزعتر، مثل الخبز التنور، الخبز اللي خليهم عندي بالمكتب لحتى بدل ما أنا بسرعة أطلب شيء جاهز أعمل هالساندويش بسرعة وأكله. ممكن لف الصبح، أكيد إذا قادرة أنه أنا لف الصبح. ممكن أحيانا مثل ما قلتي يمرق علي أيام أنه أطلب من برا، يمكن أكل منقوشة، يمكن اضطر فينا مرة بالأسبوع على إذا واحد ما عنده مشكلة مرة صحية. بالأسبوع ما كتر الكمية، يعني مش منقوشتين وثلاثة، لا تكون الكمية مقبولة باكل فيها منقوشة. ولكن مش دايما أنا أعمل إنه أنا ما أنا مكتب وأنا ما عم بقدر وأنا دايما عم بطلب، هيدي أكيد حتودي لمشاكل معينة يعني صحية معينة. خصوصا على القعدة استزتنا أنه بالمكتب قليل ما بتتحرك، وحتى لو ما تقومي مش إنه مش شغل كتير في حركة لتحرق يعني. في روح صوب المنقوشة مثلا الجريش أو الحب الكاملة أو الشوفان، يعني دور على مصادر تأمن لي شوي من المعايير الصحية اللي أنا بدي أعطيك جواب هيك من الأشخاص يعني عذرا على المقاطعة، بيقولوا لك أنه مش مثل المنقوش العادية. مش مثل البيتزا العادية، هي خلنا نقول أنه نعطيهم هيك شيء ممكن أنه بالأسبوع مرة أو كل عشرة أيام مرة، مش غلط، ما في مشكلة، هي ما في مشكلة أبدا. تمام. طيب هيك عم بأسرع مع حضرتك كرمال بس نستفيد منك بأكبر قدر ممكن. شوي هيك بالنسبة للوقاية بالتغذية العلاجية، شو بتقصدي بمفهوم الوقاية؟ يعني أنه نحن نتوقع الأمراض ولا نتوقع؟ ما بعرف انت قادرة. ايه، نحنا من اول ما بيخلق الطفل فينا نبلش معه بنظام بيوقيه للمدى البعيد. يعني انا يمكن عود هيدا الطفل على قلة السكر بنظامه الغذائي، حيتعود وحخفف انه هو يكون عرضة لمرضة السكر. يمكن انا عوده بمطارح معينة على كل شيء شوي، على قلة الزيت، على قلة المشترى من برا، على قلة الاشياء الجاهزة، على قلة الالوان والصبغات اللي بياكلها الطفل. هون انا وقيته لبعدين من انه يصير عنده بعض الامراض. هلأ إذا بدي أحكي عن حدا كبير وتعود وخلصت، كمان أنا لاقوقي حالي من أني أوصل للسكر، بخفف من تناول السكر والنشويات. لاقوقي حالي من أني أوصل لمرض القلب، بخفف من الدهون وبخفف من كترة الأكل. الرياضة هي وقاية، توقي من كتير من الأمراض. فلما أنا ببلش بخطوات ما توصلني للمرض، هاي اسمها وقاية. لما أنا بمرض وبلش حل هيدي المشكلة، هاي اسمها علاج. حلو كتير. فالوقاية أهم من العلاج، لأن ما بتوصلني أصلاً لأني أمرض. تمام كتير. يعني تغذية العلاجية هيك طبعاً من الطفولة لازم، ولكن مثل ما قلنا بعد في وقت، بضل في وقت دائماً يعني عنا. نحن نمط مجتمعنا مثل ما قلنا استهلاكي وهيك. بالنسبة للعمل المكتبي كنا عم نحكي وشوي رحت على فكرة تانية، ولكن قد فينا ناخد هيك سناكات خضار؟ يعني أنا من الأشخاص اللي بحب كتير الخس والخيار والهيك الخضرة الخضرة كتير، فبيقدر الواحد يستهلك هالكميات بالنهار قد ايه تقريبا؟ ليكي أنا بالخضرة، إذا واحد ما عنده بالنظام الغذائي بالخضرة، ما في مرة بكتب بالدايت اللي بعطيه للمريض عندي، ما في مرة إلا بكتب له كلمة كمية مفتوحة. لأنه الخضرة كلها فوائد، وما بتوصل لمرحلة إنه استهلكت منها كتير بوصل لمرض معين، لا. بس انه حلو الواحد ينوع بالالوان، لانه مثل ما قلت لك الوان الخضره فيها تنوع بالمعادن والفيتامينات اللي انت عم تاخديها. كل ما نوعتي اكثر بالخضره كل ما اخذتي فيتامينات اكثر، ولكن ككميه كل ما كترتي كل ما انت حدا صحي اكثر، كل ما عم تحصلي على فوائد اكثر.
فما في كمية. بدنا نسأل بعض الأسئلة هيك الشائعة من أشياء ممكن عم نستهلكها بشكل يمكن ما بنعرفها كتير. عندك مثلا الرايس كيك كتير بيوصفوها الأطباء وهيك، هلأ نحن ما بنعرف يعني إذا بدك في غش بهيدا المنتج، مش كماركة عم نحكي معينة، حتى بالخبز الأسمر بيقولوا لك في أشخاص يعني من أفران قالوا عم يحطوا أوقات تلويني مثل الشاي وغيرها للخبز العادي. السؤال القبل هو اللي عفوا، يعني الخبز الأبيض هو ذاته الخبز الأسمر؟ يعني في كتير بيقولوا الاختصاصيين بيشبهوا كتير بكتير مطارح الأبيض هو الأسمر بس ملونينه. عم نحكي الخبز العادي، ولكن التنور اللي حب الكاملة وهالإشياء مختلف. حب الكاملة إذا هي مصدر عن جد موثوق هي حب كاملة، هي فرق بين القمحة اللي مقشرة وفرق بين القمحة الكاملة. القمحة الكاملة بتحتوي على نسبة كتير كبيرة من الألياف ومن المعادن، فهي إذا بدك تقولي أنت اللي عم تحكي عنه أنه مثل بعض، هن ككالوريز كسعرات حرارية يمكن يكونوا مثل بعض. حتى الحب الكاملة والخبز الأسمر العادي أو الخبز الأبيض مثل بعضهم بالكالوريز، بعض الأنواع أو بعد ما هي كمان بترجع لنسبة الوزن. بعض الأنواع نفس الشيء نفس السعرات. الفرق شو؟ فرق كترة الألياف بالحب الكاملة بتخلي عندك مشاكل الهضم تقل، بتخلي عندك دغري ليوني بقلب المعدة هضمتي. لما أنا بهضم بشكل سريع ما بيصير عندي كمان مشاكل. بتشبع. أنا صراحة بتناول أسمر كنت كتير. الألياف بتشبع أكتر من الأبيض. الأبيض بتحسي بتستهلكي أكتر وما بتشبع. صح. زائد أنه هي بتحتوي على نسبة فيتامينات ومعادن كتير كبيرة. أنسب من الأبيض. زائد نسبة السكر اللي فيها أقل، يعني هي فوائدها أحلى بكتير من الخبز الأبيض. بننصح فيها أكتر بكتير، بس أنه ككالوريز ما بهمني أنا أنه هن مثل بعض أو مش مثل بعض، الأهم هو الفوائد اللي بقلبها. تمام. طب الرايس كيك هيدا اللي كتير هلأ عم نشوفها دارجة، في الرايس كيك هي عبارة عن الرز، يعني هي أغلبها فيها رز. الرز هو نشويات. الرز هو كمان أنواع، في الحب الكاملة وفي الحب يعني بدنا ندقق كتير لما نشتري هيك إشياء. 100%. وزائد أنه هو الرز مش كتير منيح استهلاكه، يعني ما فيني أنا الغريب أنه بيصفوه بعض الاختصاصيين بكترة بالتغذية. لا ما فيني أنا استهلكه بكترة، هو نشويات بدي حد منه، بدي استخدمه بكميات خفيفة. هلا أنه إذا قطعة خفيفة نوت... يعني أنا صراحة جربت قطعة خفيفة يمكن كل شوية بتصير بدك تاكلي منها. صح. هذا شيء غلط. في نوت هلا نحن بوسط الأزمة اللي نحن عايشينها، كل منتج بدي اشتريه بدي أقرأ عنه بشكل كتير كبير. حتى ليك الأجبان صارت كلها أغلبها عبارة عن نشا وزيوت. يعني أنا بكون عم باكل جبنة لأستفيد، أنا عم باكل زيوت وعم باكل نشا. للأسف يعني كرمال هيك بننصح شوي بالروح أنه أنت يعني أنت جيب لبن أو لبنة من بلدية من البلدية من الضيعة مباشرة. يعني مثلا عندك جبنة الموزاريلا صار نسبة كتير قليلة لتلاقي عن جد جبنة بيكون مكتوب عليها جبنة وقال هي مش جبنة. كمان ما تنسي أساستنا الكريمة أنه كتير ناس اليوم عم تتجأ للتوفير بحكم الوضع الصعب. صح. يعني ما عم تعرفوا شو عم تاكلوا وتشربوا للأسف من هالسوق يعني، وحتى في غش يعني. فعدا بقول لك هذه لبنة بلدي بتطلع مش منيحة يعني. صح. للأسف هون بدنا نحاول نحن نحمي حالنا. كلمة أخيرة يعني تقريبا خلص وقتنا، كلمة أخيرة بهذا الموضوع عن التغذية العلاجية، شو الخلاصة اللي بتحب توصلها اليوم من خلال حلقتنا اليوم؟ تناولنا الموضوع إذا بدك هيك بأطرافه إذا فينا نقول. اللي بدي أقوله أنه الغذاء السليم أو اتباع نظام غذائي هو مش عبارة عن فزلك للجسم، لا هو ضروري وحاجة كتير أساسية، وخاصة نحن بهلأ بهيدا العصر اللي نحن عايشينه، لحتى نحن نضمن أنه نحن ما بدي أقول طول أعمارنا، الأعمار بيد الله، ولكن لحتى نضمن أنه نحن نعيش بصحة سليمة، بجسد سليم، بجسد يلبينا لفترة أطول، نحن بحاجة كتير منيحة لنرجع نراجع حساباتنا ونرجع نشوف شو الأكل اللي عم ندخله لجسمنا، نمط النظام اللي نحن عايشينه ونمط الحياة اللي نحن عايشينه، إن كان من أكل وإن كان من حركة جسدية، لأنه كله هيدا بيلعب دور لصحتنا النفسية الجسدية الصحية، لبشرتنا، لكل وظائف جسمنا، ولا نمط الحياة اللي نحن حنعيشه. أنا بدي أتشكرك على هذه الحلقة الجميلة جدا يعني برفقتك أستاذة فاطمة رستان اختصاصية بالتغذية العلاجية تحديدا كمان، والشكر موصول لمستمعينا ومشاهدينا على متابعتهم، وكل التحية أيضا لفريق العمل الإذاعي زاهر دقدوق وفريق العمل التلفزيوني بقناة الإيمان الفضائية. يعطيكم ألف عافية وإلى اللقاء.